إنتاج موفي ستوديوز بيربل كاربت و AKP ثلاثة اجتمعوا على مشروع نتوقع أنه مشروع راح يكون كوميرشلي سكسسفل. هذا الفيلم كتبناه كده مفصل لشباك التذاكر. أتوقع أنه راح يسوي شغل حلو جدا في البوكس أوفيس وكمان حتى في المهرجانات. وهذا الكلام بدأ بشكل فعلي ينعكس على حماس الجمهور والحجز المبكر للفيلم واللي حيبدأ يوم 1/8. دو باولو دري باولو. قصة بصراحة جدا يعني جميلة وطالعة من الثقافة. ما يحكي قصة واقع من المجتمع. أنا مرة متحمس بصراحة إنه الشباب والشعب السعودي راح يشوف نفسه على الشاشة الكبيرة. تقدر تقول مجتمع الخليجي يمكن حتى السعودي الخليجي تطلع برا حتى ممكن العربي يعني. وفعلا أغلب الجمهور حابب يدخل ويشوف الفيلم ليعرف كيف سالم بيصير باولو الإيطالي. أنا ألعب دور سعودي ودور إيطالي. هذا باولو؟ سينيور باولو. باولو من باولو؟ هو المفروض هي شخصية مركبة وفيك، هو يحاول يتكلم بالأكسنت الإنجليزي الإيطالي. الله يستر. يعني إحنا نقول للجمهور اطمنوا، اللكنة الإيطالية عند ياسر ما توقفت فقط على كلمة حبيبي، وإنما ياسر راح يفاجئكم باللهجة والستايل الإيطالي. بانكولو. ومين اللي بانكولو؟ هلا بانكولوكا. وهالأمور كانت تتطلب من ياسر ومن فريق العمل وقت طويل من التحضيرات، وكانت سبب في تأخر نزول هالعمل للسينمات السعودية. في دور كبير للمكياج السينمائي، يعني إنه كيف اشتغلنا على المكياج، اشتغلنا على أماكن التصوير. فيلم كوميدي مختلف، تعبنا كثير في الفكرة وكتابة السيناريو، كتابة الحوارات، كتابة المشاهد. اشتغلنا أكثر من سنة لين ينتج الفيلم ويخلص. وطبعاً التغيير الكبير بالشخصيات وبالكوميديا اللي بيقدمها ياسر حتخليه محط الأضواء هالفترة، كونه من بداية دخوله بالسينما السعودية والجمهور تعود عليه بنمط معين من الأفلام وحبه فيها، وهذا اللي خلى المسؤولية تصير أكبر عنده. ولما انفتح الباب في السعودية أنا أول الطارقين كنت. السنيور هذا يعني زي قولت make it or break it. هذا السنيور هو المجهود الكبير اللي حطيته فيه. أنت سعودي؟ أنا وراك مشتي وحنا مصيفين. والله العظيم صالح خليك في تويتر ترند في يوم واحد خروف underscore جيسيكا. لكن اللي يقدر سينماتيك يأكد للجمهور إن هذا مو كل شيء عند ياسر، وقريباً حيغزو السينما الكورية وحيكون مثل العادة من الممثلين السعوديين المتجددين بكل شيء. المشروع كبير جداً، الآن أنا مستعد إني أنا أجي وأعرضه وإنهم يصوروا في المملكة العربية السعودية إن شاء الله. يعني الجيل الجديد والكي بوب حالة غريبة، فأنا أتوقع الكي بوب يعني invaded الجيل الجديد هذا. يمكن أنا واحد في جيلي ما يفهمها، لكن إحنا صغار نحب أشياء كانت بالنسبة للجيل اللي قبلنا شيء غريب. أنا لما رحت كوريا لقيت هذا الحب في الكوريين، الردود اللي تجيني مو معقول. فأنا أتوقع أنه حتى المسلسلات الكورية الآن على المنصات أصبحت يعني مشاهداتها عالية بكثير، أكثر بكثير من السابق. فأتوقع أنه الكوري جاي وبقوة، فأنا قلت أمسك فيه قبل ما يفلت مني.